نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، هل معناه أن من قال ذلك وترك باقي السنن أفضل من الذي يقوم بالسنن الأخرى إلا هذا الذكر؟ لا، ما يدل على هذا، لكن الرسول يريد أن يبين لهؤلاء لا يكون أحد من هؤلاء الأغنياء أفضل منكم، وهو على الإطلاق. نعم.